الأحداث الدولية عشان ما علقش وما طلعش الغيظ اللي جوايا. هروح للأحداث الدولية. قبل بس ما نروح للأحداث الدولية، في خبر يتعلق بتشكيل لجنة رئاسية بين مصر والسودان وإثيوبيا في شرم الشيخ لبحث موضوع ملف نهر النيل وبالتأكيد سد النهضة، وأيضا مسألة الاستثمار في أفريقيا، ودي هتكون من 20 إلى 21 فبراير على هامش منتدى الاستثمار. أتمنى أن يكون في كلام تاني فيما يتعلق بأزمة سد النهضة. لغاية دلوقتي كل العناوين الرئيسيه رفض اثيوبيا رفض اثيوبيا رفض اثيوبيا، واحنا بقى مصر بتعمل ايه؟ انا لغايه دلوقتي ما عنديش معلومات. لكن هروح للاحداث الدوليه والتصريح المثير للانتباه، وهو ما اعلن عنه وزير خارجيه ايران من ان مستعدون للعمل مع السعوديه وتوجد مصالح مشتركه في سوريا. هذا العنوان عنوان يتصدر المشهد بشكل كبير جدا. طبعا كانت السعودية قد أعربت عن استعدادها الكامل للدخول بريا في سوريا، وده كان يعني بيفرض تساؤلات كبيرة جدا حول التواجد السعودي في المنطقة، وإزاي السعودية بتفكر عسكريا في هذه المرحلة. أعتقد أن ده مثير للانتباه. خلينا نشوف هذا الموضوع غيره من الموضوعات المتعلقة بالساحة العربية والدولية في تقريرنا الأسبوعي مع زميلة خلود عبد الفتاح، ونرجع بعده على طول لحوارنا النهاردة مع الأستاذ الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية. هنطرح معاه تساؤلات عديدة، أتمنى يبقى عندنا وقت للشأن الدولي، لكن هنتناقش معاه بشكل خاص الحقيقة النهاردة حول بيان الرئيس اللي هيلقيه غدا أمام البرلمان. ماذا سيقول الرئيس وما يجب أن يقوله الرئيس في هذا البيان، في حوارنا مع الدكتور عبد المنعم سعيد بعد تقرير الأحداث الدولية. مرة أخرى سيطرت الأوضاع في سوريا على الأحداث في العالم، حيث أقرت القوى العالمية في مجموعة الدعم الدولية خطة عمل تهدف إلى وقف المعارك في الأراضي السورية وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى القرى المحاصرة، بينما قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنهم اتفقوا على وقف المعارك في كامل البلاد خلال أسبوع، وأن نطاق المساعدات الإنسانية سيتوسع والمفاوضات السورية ستستأنف في أقرب وقت ممكن. وعلى الجانب الآخر، رحبت المعارضة السورية على لسان المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض بالجهود المبذولة من قبل مجموعة الدعم. الشعب السوري يحتاج إلى المساعدات الإنسانية وإلى وقف الحرب والغارات الجوية. اليوم بعد هذه المباحثات أستطيع أن أؤكد أننا سنبدأ بشكل مباشر وبمساعدة الأمم المتحدة تقديم المساعدات في 7 مناطق. بينما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن وقف العمليات القتالية في سوريا مهمة صعبة، والمجموعة الدولية وافقت على إيجاد وسيلة للتطبيق خلال أسبوع. كما أبدى وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر ترحيبه بالتعهد السعودية بتوسيع دورها في الضربات الجوية ضد تنظيم داعش الإرهابي. وعلى صعيد الأوضاع في مصر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليماته بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة في الاتجاهين يومي 13 و14 من فبراير الجاري، بينما أثار التشكيل الحكومي الجديد للإمارات ردود فعل إيجابية، حيث أشادت وسائل الإعلام في أغلب الدول بتجربة استحداث وزارة السعادة، بالإضافة ل5 نساء بينهم وزيرة لا تزال في 22 من عمرها. وفي اليمن، فشلت الإجراءات الأمنية المتشددة للميليشيات المتمردة بالعاصمة اليمنية صنعاء منع الناشطات من إحياء الذكرى 5 لثورة 11 من فبراير التي انتهت بعزل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وقبل يوم من حلول الذكرى 5 تجمعت عشرات الناشطات في ساحة التغيير وسط صنعاء وطالبوا بإطلاق سراح جميع المختطفين في سجون المتمردين. خلود عبد الفتاح، كلام تاني.